تحياتي لكل اللي عم بتابعونا عبر فقرة التوقعات، وحابين يعرفوا توقعاتنا من بداية شهر آب أو حتى التوقعات المقبلة يلي رح نشهدها. أكيد حنشوف مزيد ومزيد من التصعيد وتوتير الأجواء، يعني حنشوف الاعتداءات العسكرية. كنا حكينا أنه ما في حرب، وبرجع بقلكم ما في حرب، ولكن اعتداءات عسكرية، عمليات عسكرية خاطفة، وكمان حتكون سريعة ما بين المقاومة والعدو الإسرائيلي على الحدود اللبنانية وصولا إلى سوريا، وكمان استمرار الاشتباكات والتهويلات إلى حين موعد الانتخابات الأمريكية. يعني حتى حيكون صيفنا هيدا شوي قاسي، مثل ما قلنا استمرار التصعيدات والتهويلات والاستنفارات كمان، وكمان عم نشوف التصعيد الإسرائيلي والاعتداءات والاستنفارات، مثل ما قلنا لاعتبارات سياسية، وكمان لإجبار الدولة اللبنانية للرضوخ للشروط الدولية، ولكن لن يكون هناك رضوخ للشروط الدولية إلا بموجب اتفاق كمان الدولة اللبنانية تفرض شروطها وكمان تجبر الطرف الآخر على الرضوخ لها. توتير الأجواء مثل ما قلنا عبر عمليات عسكرية وبدون فتح أي جبهة، كمان مثل ما قلنا كمان رح نشوف أنه رح نشهد حدث بيتعلق بمفاوضات كنا شهدناها بالسابق بين المقاومة والعدو الإسرائيلي، ولكن عبر وسيط، قد يكون هذا الوسيط من دولة أوروبية. هذه كانت توقعاتنا للفترة المقبلة. تضلكم بألف خير، وباي باي.